من قتل علي شعبان ولماذا؟ هو السؤال الذي حاولت قناة الجديد الإجابة عنه منذ لحظة إطلاق النار على فريقها هنا على معبر الشهيرة في وادي خالد بعيدا عن كل الاعتبارات. على قاعدة رضي الشهيد ولم يرضى القاتل، يصر من أطلق النار على الزميل الشهيد علي شعبان من الجانب السوري أن الرصاصات الشقيقة لا تقتل صديق وإن كان عن طريق الخطأ، مفضلة تقديم روايات أقل ما يقال فيها إنها أهانت الكذب نفسه. من هذه الروايات ما خرج به الوزير السابق ميشيل سماحة على الشاشة الأوتي في ساحبا من جيبه معلومات موثوقة كما وصفها تفيد أن من قتل مصور قناة الجديد الزميل علي شعبان ليس الجيش السوري، إنما شخص يدعى عماد الجاسم والمعروف بالحلبص، وهو سوري منشق من بلة الهيشي في تل كلخ. بس الجيش السوري هو اللي قتله علي شعبان. الجيش السوري اللي قتله؟ مش هو؟ لا يا استاذ مش هو. رح سمي لك اللي قتله وخليها تكذبني، ورح خليها تكذبني القوى التحقيق. خلينا نكمله بالتحقيق للاخر. رح سمي لك باسم الشخص؟ اسمه اسم المسؤول عن قتله، عماد الجاسم المعروف بعماد الحلبص، هو ومجموعته التي كانت موجودة فيما يسمى مبنى المتحدة. بس هون الاسم اللي ذكرته حضرتك هو سوري او لبناني؟ هو سوري، هو سوري منشق من بلدة الهيشي قرب تل كلخ. وهي المعلومات مش من سوريا، هاي المعلومات من عكار، هاي المعلومات من الضيعة التي حصلت فيها للصفي. الجيش اللبناني صار عنده علم بهذه المعلومات؟ والله ما بعرف اذا الجيش اللبناني مسمح له يفتش على هذه المعلومات، واذا اخذ هذه المعلومات لذلك انا عم بشهرها وعم بعلنها. عفوا معالي الوزير، نحن سنكذب بالأدلة ما تقدمت به. اولا، عماد جاسم والمعروف بالبلحص كما قلت هو لبناني وليس سوري، والاصح انه معروف بالملبس وليس البلحص. ثانيا، يبدو ان وزير الاعلام السابق لا يفقه كثيرا في علم الجغرافيا، لان الهيشي هي في وادي خالد بينما تل كلخ هي في سوريا. وبعد سيجيب عنه الشيخ عماد جاسم الارهاب المفترض في مخيلة سماحة. حضرتك ماذا تعمل؟ انا شو وظيفتك؟ امام وخطيب مسجد واعمل في مجال التجارة. وين كنت؟ كيف عرفت الخبر؟ انا سمعت الخبر، كنا قاعدين مثل هالقعدة عم نتداول باحاديث المنطقة، فاجاني الخبر فمباشرة صرنا نسأل، وبيّن اخر شيء انه الشهيد علي شعبان هو كان ضحية. انا بقول كمان المؤامرة اللي صارت على تلفزيون الجديد، وانا اثق بما اقول، وانا اللي عندي الحيثيات اكثر من الذي ذكرت بهذا التقرير. كيف الحيثيات اللي هي لما عم يطلعوا بهيك تقرير بيقولوا عم يلوموا تلفزيون الجديد كيف يدخل على منطقة عسكرية؟ بنقول لهم اولا انتوا دخلتوا على هاي المنطقة العسكرية بصحبة من هو موالي لكم، فاما انه ما اخبر الجهات السورية والجيش السوري بقدومكم فهذه جريمة، واما انه اخبر بقدومكم وهم يعلمون بقدومكم ثم قتلوكم هذه جريمة ايضا اكبر. وصلتني اخبار اكيدة وموثوقة من المنطقة، من سكان سوريين من المنطقة التي وقع فيها هذه العملية الإرهابية من قبل النظام، انه بين بعضهم العسكر عم يقولوا اليوم قتلنا مراسل الجزيرة وقتلنا مراسل الجزيرة وروحنا واحد من مراسل الجزيرة وجرحنا كذا، يعني حتى ضباطهم عم يقنعوهم انه هودي مراسلين الجزيرة. ليش؟ لان ما فيهم يقنعونه انه الجديد. طيب ما الجديد معنا، ولكن للإيقاع بينه وبين الجديد اولا، ثانيا للايقاع بين اهالي وادي خالد والنظام السوري ثانيا. اما تفاصيل اطلاق النار وموقع السياره فنحيل سماحه الى سلسله التقارير التي اعدت منذ النهار الاول لحادث استشهاد الزميل شعبان، والاجدى بسماحه بدل اعطائنا دروس بالصحافه ان يطالب الجهات السوريه بتحقيق جدي بالحادث. من وادي خالد، رامز القاضي، قناه الجديد.